يوم يقول لك ايه بقى يا اخويا بيكرم اتجوز. طب ما يتجوز، بس يتجوز لتاني مره، ايه المشكله؟ يا ابني ما هو عنده 3 بنات. ماشي، بس الشرع حلل ان هو يتجوز 4. لا لا لا، بس انت مش واخد بالك بقى، بيقول لك في الفرح البنطلون بتاعه السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده. معاكم ميكو، ده ميكو فات فورمتك في البيت. لو دي اول مره تزور فيها القناه بتاعت العبد لله، اهلا وسهلا بيك. ده ميكو فاتك مني اونلاين كوتش وبتمرن في البيت بقالي اكتر من 10 سنين، عشان كده اسم القناه بتاعتي فورمتك في البيت. عبد لله بيعمل حاجات كتيره جدا بقى في القناه دي، بدايه من الجمدان ده. لو ما شفتش الوصفه بتاع البرجر دي انت فايتك كتير جدا. بعمل هيلثي ريسيبيز او وصفات صحيه، بصور لكم تمارين كرييتيف جدا في البيت، بصور بلوجز، بنكفر اي حدث رياضي او اي حدث فايرال حول العالم. فلو ليك في اي حاجه من الكلام ده ما تنساش تنزل تحت الفيديو تشترك في القناه، واهم حاجه جرس التنبيه عشان ما انزل لك فيديو يوصلك شعار ان انا نزلت لك فيديو. الحدث الاكبر بقى في مجال كمال الاجسام اليومين دول، يقول لك ايه البيج رامي يتجوز على مراته. طب يا جدعان هو ايه المشكله؟ يعني انا مش فاهم ايه المعضله في الحوار ده. وناس تانية تقول لك لا ده مش بيتجوز، ده حدث من مسلسل بيصوره. يا جدعان هو الراجل عمل ايه غلط؟ مش هتكلم على الحياه الاسريه بتاعته ولا الحياه النفسيه ولا اي حاجه من الكلام ده. كلكم اكيد شفتوا المدرب بتاعه دينيس جيمس وهو كان بيتكلم في تحضيره الاولمبيا السنه دي، اصلا ما كانش هيدخل مستر اولمبيا. ليه؟ لان بيقول لك ان حالته النفسيه كانت وحشه جدا لحد شهر 6 او شهر 7 ما لمسش الدمبل. انا مش ببرر ليه هو بيتجوز للمره التانية، الراجل حر يعمل اللي هو عايزه، ربنا مديله القوه الجسديه الحمد لله واداله القدره الماليه، ليه لا؟ مش احسن ما لو لا قدر الله يروح يعملها في الحرام؟ بس لا، المجتمع ما يسيبوش في حاله. ازاي؟ لا ما ينفعش بيجرام يتجوز مرتين، ده عنده بنات صغيرين. لا اله الا الله. وطبعا نبتدي نشوف بقى البوستات الجميله اللي زي دي بعد وقوفها بجانبه في اصعب الظروف ليصل الى العالميه بجرامي يكافئ زوجته بالزواج عليها. لا حول ولا قوة الا بالله. يا جدعان احنا ما نعرفش حاجة عن حياته الأسرية ولا حياته النفسية ولا أي حاجة، فبعد إذنكم ما تتدخلوش في حاجة أنتوا ما تعرفوش عنها حاجة. دعوا الخلق للخالق يا جدعان وسيبوا الناس في حالها أبوس إيديكم، مش نقعد نحكم على الناس وإحنا أصلا مليانين يا جدعان وفينا العبر. وبوستات تانية تنزل تسف عليه وحاجة في منتهى قلة الأدب. على فكرة الصور دي حقيقية بنسبة 100%، أنت مجرد أصلا ما بتشوف الصور ديت هتبقى متأكد إن بيجرام بيتجوز وهو لا يمكن يعمل حاجة زي كده just for the show، وان هو يوري لك يعني ان هو بيمثل. ان بيج رامي مش اول مره يمثل، بيج رامي اوريدي مثل كذا مره قبل كده. فرجاء يا جماعه، رجاء بعد اذنكم نسيب كل واحد في حاله. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ده حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاه والسلام. ما تقعدش تحشر مناخيرك في كل كبيره وصغيره وتقول ازاي لا مش عارف ايه، وتقعد تحكم على الناس وانت اصلا فيك العبر. بدل ما تقول الكلام ده وتبتدي تتكلم على البنطلون بتاعه و الى اخره، قول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الف مبروك يا فخر العرب، وربنا يا رب يتمم لك بالف خير. اشتركوا في القناه بقى يا جماعه، خلينا نوصل ال 25000 اللي مش عارفين نوصلهم دول. شكرا لكل الدعم بتاعكم يا شباب، وان شاء الله اشوفكم الفيديوهات الجايه. بيس.